وجوه تكسوها الشجاعة وأعين تنظر إلى البعيد، في كل شبر ما تزال ميليشيا الحوثي تسيطر عليه. وقبل العرض العسكري والنشيد رحب الجنود بقائدهم الجديد. هذا هو معسكر الحشد، وهنا كتائب جديدة يتم إعدادها وتدريبها على يد مدربين يمنيين وسعوديين، وأخرى أصبحت جاهزة للانطلاق إلى مواقع وجبهات القتال. أنا سعيدة جدا وفخورا أن أقف بينكم اليوم وننضم إلى صفوفكم أنا وزملائكم من منتسبي اللواء 141 مشاة، وسوف تجدون في صفوفنا بإذن الله وفاء وتضحيات كما كان هو الحال مع أخوانكم في اللواء منذ قمنا بتشكيلك أول لواء في الجيش الوطني، وامتدت مساهمات أبطاله وبطولاتهم في مأرب وشبوة ونهم وصرواح، وها نحن اليوم في الجوف جنودا معكم بإذن الله. مع التقدم الكبير في الجوف وصعدة، تدفع المنطقة العسكرية السادسة بالمزيد من الألوية وتفتح جبهات جديدة في معقل الانقلابيين الحوثيين، والضغط باتجاه عمران لتكون بوابة استعادة العاصمة كما كانت بوابة سقوطها بيد الحوثيين. هناك ترتيبات قادمة إن شاء الله لتحرير الثلاث المحافظات جميعا، صعدة وعمران وأيضا الجوف إن شاء الله، استكمال ما تبقى من محافظة الجوف. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم أيضا بتعاون إخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين محمد بن سلمان. ينضم أول لواء تشكل في الجيش الوطني لمعارك الجوف وعمران، والآمال كبيرة خصوصا وأنه اللواء الذي ساهم في الصعود إلى قمة نهم. الإعلان عن معركة الحسم يتزامن مع مزيد من الحشد واستقبال قائد المنطقة العسكرية السادسة الجديد للإعلان عن تطهير ما تبقى من محافظات عمران والجوف وصعدة. محمود الحميدي، الإخبارية، من مديرية الخب والشعف الجوف.